تجدد اللقاء بحضراتكم في أشواط هذا الصباح، حيث ينطلق شوطنا الذي يسير أمامكم، الشوط الثامن خاص بالجعدان الإذاع في هذه الانطلاقة المتواصلة والانطلاقة المميزة في انطلاقات هذا الصباح الجميل، الصباح المميز الذي يحمل دائما في هذا السن مع أعداد كبيرة، أعداد مثيرة في انطلاقات مميزة للغاية في ميدان التحدي. فأهلا وسهلا بكل الأحبة، أهلا وسهلا بكل المتابعين أمام شاشة الريان الفضائية وكذلك قناة دبي ريسنج، من تنقل لحضراتكم وقائع هذا السباق على الهواء مباشرة من قلب الحدث. تسير هذه الأعداد المشاركة في هذا اليوم مع هذا الجو الكرنفالي وهذا الجو الهادي والجو المميز الذي نحتفل سويا في هذا اليوم مع كل الانطلاقات وكل الأمنيات. دائما بالتوفيق لكل المشاركين. عودة إلى بداية الشوط والمركز الأول، حيث يتقدم من البداية في هذه اللحظات مدهش، تعود ملكيته لسعيد بن محمد بالشيلة العامري، يتقدم من البداية يرافق الناموس الأول، حيث يتقدم بهذا التقدم الجميل والأصيل. بينما المركز الثاني نشاهد من يسير على ثاني المراكز، هنا الكايف، وصل الكايف ويكيف الكايف، محمد بن سعد بن زيد القريني ليحتل المركز الثاني. أما المركز الثالث فننتقل إلى تواجد أدهم، تعود ملكيته لخميس بن محمد بن مبارك الخيالي، يتقدم إلى المركز الثالث في هذه الأثناء. حفلنا الكريم المركز الرابع في الانتقال، مصدع يتواجد سعيد بن محمد بن سالم بن دعيفس الشامسي، وصل خذ المركز الرابع. أما المركز الخامس هذا اللي وصل الآن عفيف، يتواجد تعود ملكيته عبد الله بن محمد بن سيف آل بو سعيد اللي يحتل المركز الخامس. هذه إذن النتيجة مشاهدينا الكرام في انطلاقات هذا الشوط في تحديات هذا اللقاء. لكن عودة إلى بداية الشوط وعودة إلى منطقة التحدي الأول ومنطقة المناورات، لا يزال بالكيلة في المركز الأول، لا زال متقدما مع مدهش في صدارة هذا الشوط، ويقود هذه المجموعة، يقود هذه الأسماء إلى خط النهاية، إلى حيث المكان المرتقب والمكان المنتظر. المدهش في المركز الأول، سعيد بن محمد بالشيلة، لكن المركز الثاني هناك محاولات من الخيالي مع وجود أدهم على المركز الثاني، حيث يتقدم خميس بن محمد بن مبارك الخيالي يحتل المركز الثاني في هذه اللحظة. والمركز الثالث، ننتقل مباشرة إلى عفيف، واصل عفيف في هذه اللحظة، عبد الله بن محمد بن سيف آل بو سعيد اللي يحتل المركز الثالث. مشاهدينا الكرام المركز الرابع ننتقل إلى الكايف ومحمد بن سعد بن زيد القريني، والمركز الخامس هناك وصولا مشاهدي الأعزاء من قبل شاهين صالح بن أحمد بن هدفه العامري اللي ياتي وياخذ المركز الخامس. هذه الخمس المراكز الاولى ضمن المجموعه الاولى، لكن خلف الاسامي هناك اعداد يصل تعدادها الى تقريبا 70 مشارك في هذا الشوط. ولكن نعود الى بدايه الشوط، نعود الى الاندفاع المدهشه من مدهش، حيث لا زال يحقق الانتصار، يحقق الناموس ويحقق هذا الاندفاع المميز. يا سلام، سعيد بن محمد بالشيله عامري قطع نصف المسافة وسار إلى المركز الأول كذلك في هذا المستوى، وماخذ الريحية كاملة. لكن بدأ أدهم يزيد من قوة الضغط ويزيد من قوة التحدي من خلاله في هذه اللحظات. الله يا أدهم، أدهم واصل خميس بن محمد بن مبارك الخيالي يحتل المركز الثاني. شوف الشعارين في تنافس من بداية هذا الشوط، ولكن مشاركة قوية، لا زالت الأمور، لا زالت التحديات، الكل يسير ولكل مجتهد نقول نصيب في كل الانطلاقات. المركز الثالث واصل عفيف، يتقدم عفيف وياتي عبد الله بن محمد بن سيف آل بو سعيد لياخذ المركز الثالث في هذه اللحظات. اما المركز
أما المركز الرابع وصلنا إلى المركز الرابع صغان وأحمد بن ناصر بن سعيد الخيالي يحتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس من الجانب الآخر هنا في هذه اللحظات تسلل وتغيير وشعار الله اللي تقدم هذا اللي وصل مشاهدي الكرام سالم بن مبارك بن عيد المنصوري يقدم لنا عنيد ليحتل المركز الخامس. هذه الخمس المراكز الأولى مشاهدينا الكرام لا زالت تبحث عن تحدي ومنافسة قوية، والاثنين كيلو المتر المتبقية مشاهدينا الكرام بوابة العبور، بوابة المسير نحو خط النهاية، ولا زالت الأحوال هناك في المركز الأول حيث تغيرت الأجواء، تغير الشوط وسار أدهم إلى المركز الأول ليغير استراتيجية مدهش. انطلق أدهم مشاهدينا الكرام ليحتل المركز الأول من خلال هذه اللحظات، ويعاند الله خميس بن محمد بن مبارك الخيالي الآن يحتل المركز الأول وينتزع صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني مدهش سعيد بن محمد بالشيلة العامري يحتل المركز الثاني، والخطورة من الجميع في هذه اللحظات ومن هذا الملتقى. لكن عفيف واصل على البوسعيد الخيارين، وصل الآن مشاهدين الكرام لياتي عبد الله بن محمد بن سيف ابو سعيد الخيارين يحتل المركز الثالث. هذه الثلاثيه كما نشاهد لا زالت العصي في البطن، لا زالت العصي والاليات محنطه تماما على ظهور هذه الجعادين، اداء مميز وجميل ورائع. نشوف المركز الرابع، نشوف شعار العفاري بدا يتسلل في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. وصل الان منبع عبد الله بن هلال بن بار بن بروك بن العفاري واصل مشاهدين الاعزاء، ولكن المركز الخامس يتواجد من خلال عنيد، وياتي المنصوري ليقدم لنا مشاهدين الكرام مع عنيد سالم بن مبارك بن عيد المنصوري. هذه الخمسة ولكن عودة إلى البداية الكيلو الأخير والخطير، استعداد من الجميع، واللي بيروح يروح واللي بيطير يطير، ولكن المركز الأول لا زال أدهم حتى هذه اللحظة متحفظ بالمركز الأول. الشعار الخزناوي يتسلل هناك على منطقة الأمان الأولى. عفيف يحاول مشاهدينا الكرام على المركز الثاني. سالم ياتي مشاهدينا الكرام عبد الله بن محمد بن سيف ابو سعيد الخيارين المركز الثالث. واصل منبع عبد الله بن هلال بن مبروك العفاري يحتل المركز الثالث في هذه اللحظه. المركز الرابع، شوف المركز الرابع اللي وصل شاهين خليفه بن راشد الاجتبي يحتل المركز الرابع، والمركز الخامس هذا اللي وصل الان في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء مبلش محمد بن عبد الله بن الحب العامري. ولكن خلاص سلام لهالي الخزنه، سلام لهالي العين. ها هو مشاهدينا الاعزاء ادهم في المركز الاول، هناك يداهم الصداره الناموس من البدايه. كان في تحدي هذا الشوط، لكن في الختام حاول السيطره، قدم السيطره، سيطر على وضعيه المقدمه لياتي بالتحيه والسلام لهالي الخزنه، سلام لهالي الخزنه سلام، واسعد الله صباحكم تهانينا والناموس. خميس محمد بن مبارك الخيالي على فوز ادهم بالمركز الاول. المركز الثاني مبلش محمد بن عبد الله بن الحب العامري. المركز الثالث عبد الله بن هلال بن مبروك العفاري يحتل المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدينا الاعزاء وصل شاهين خليفه بن راشد محمد بن راشد الاجتبي، والمركز الخامس وصل عفيف، تعود الملكيه عبد الله بن محمد ال بوسعيد الخيارين هو من وصل واحتل المركز الخامس مشاهدينا الكرام. هكذا كانت النتيجه للمراكز المتقدمه في مستوى هذا الشوط اللي من خلاله سارت ودارت لحظات التحدي والمنافسه بقوه شديده على هذه المواقع، لكن كان ادهم اقرب للفوز والانتصار في مستوى هذا الشوط. خميس بن محمد بن مبارك الخيالي 9 دقائق لحظات التوقيت
البيت الاخير و21 ثانيه و7 او 8 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس واسعد الله صباحكم يا اهل الخزنه على هذا الفوز والانتصار، ومشكور يا ابن حندش. بينما المركز الثاني 9 دقائق 23 ثانيه 7 اجزاء من الثانيه، تهانينا والناموس عبد الله بن محمد بالحب العامري على فوز مبلش بالمركز الثاني والانتصار في مستوى هذا الشوط. والمركز الثالث كان منبع، قطع المسافه 9 دقائق 26 ثانيه 4 اجزاء من الثانيه، تهانينا والناموس. مشاهدي الكرام، عبد الله بن هلال بن مبارك العفاري على هذا الفوز والانتصار، تهانينا للجميع.